كلمة صديقه باعه وخانه وراح باع الورق لمين؟ لأمينة، وأمينة باعته لعزة منصور. مين بقى عزة منصور ده؟ صاحب البيت، هو واحد كمان ثلاثة قلبوا الزباين في 700 مليون دولار واتفقوا مع بعض يحطوهم في حساب برة، وبعد الهيصة ما تخلص كل واحد ياخد نصيبه. بس انه يعملوش حسابه بقى ان رحيم بيتقبض عليه ويترمي في السجن. عماد، انا قلت انا مش جاي اتكلم في حاجة، انا جاي هنا عشان حاجة واحدة بس، اخلص منه. اقتله، رجع مكانك، محدش هيقرب من رحيم طول ما انا هنا. كان نفسي اشكرك لولا اني عارف نيتك. بسيطة يا رحيم بيه، قولي فلوس فين وانا خرجك من هنا، انت والدكتورة سلام غصب عن اي حد. وانت مين اللي قال لك ان انت نفسك هتخرج من هنا؟ لا يا عماد، اقعد كده وصلي على النبي. انك تقتل رحيم حاجه وانك تقتل ظابط دي حاجه تانية. انا لو اتخربشت بس الدنيا هتتقلب عليك. انا دلوقتي بس بدات اجمع كل حاجه. عزت بعد ما اتسجنت حب يدور على الفلوس، باع اللي وراه واللي قدامه علشان يدفع لأمينة ثمن الورق، ولما فشل انه يوصل لحاجه انتحر. البوليس حقق في الموضوع، الورق وقع قدام خالد بيه، ومن هنا تعاونتوا مع بعض. بس اللي مش قادر افهمه بقى، انتي هنا بتعملي ايه؟ كنت فاكراك اذكى من كده يا رحيم، انت كنت فاكر ان انت بتغسل فلوس لوحدك؟ انت ما كنتش تقدر تاخد خطوة واحدة من غير ما ترجع لجون خباز. جون خباز؟ انت تعرفيه؟ مكتب الاستشارات بتاعي كان واجهة من الواجهات اللي استخدمها قبل كده زمان، ومن بعد كده بقيت انا بلعب لوحدي. كلامك ده يوفر عليا كتير قوي. تقصد ايه يا رحيم بيه؟ انا مش عارف هما اتأخروا كده ليه؟ هما مين دول؟ احنا عماد بيه بقى لنا 10 دقايق بره. احمد بيه، كويس انك جيت يا فندم. رحيم اهو، وعماد كان خاطف داليا، وكويس حضرتك وصلت. يعني استنى يا خالد، خليك انت شويه. ايه ده، انتوا متفقين مع بعض؟ مش محتاج اقول لكم المكان كله متحاصر، عشان مصلحتكم كل واحد يسلم سلاح. تمام يا باشا. يعني ايه؟ يعني انتوا هتسيبوه؟ انتوا مش عارفين ان ده مجرم؟ مش عارفين عمل ايه؟ احنا عارفين كويس قوي يا مدام هو عمل ايه. يعني انت كنت بتشتغل مع الداخليه؟ مش انا قلت لك في حاجات كتير انت ما تعرفيهاش؟ خساره يا خالد، انت اخر واحد في الدنيا توقع ان يخون. لا يا احمد بيك، نزل سلاحك يا خالد. انا مش خاين. نزل سلاحك. مش هنزل سلاحي وما تدينيش اوامر. نزل سلاحك. مش هنزل سلاحي. داليا، انا مش هعرف اعيش من غيرك يا داليا. عماد، انت عارف كويس قوي ان عمري ما حبيتك، وان طول عمري بحب رحيم، واني لجأت لك بس هروب من حبي ليه. انا ما ينفعش برضو اسيبك لحبيب القلب واروح اتحبس. طب خليها اعدام بقى وتعالي معايا. سامحوني ما
محدش يزعل اني سبتكم ومشيت، اشوفكم بخير وافتكروني وسائب ذكريات وكوام من الحواديت، اشوفكم بخير وسامحوني، محدش يزعل اني سبتكم ومشيت، اشوفكم بخير وافتكروني وسائب ذكريات وكوام من الحواديت. انا في مكان اكيد احسن، ولا بزعل ولا بحزن، بلاش الدمع يستحسن ما دام قدامكو لسه كتير. انا في مكان اكيد احسن، ولا بزعل ولا بحزن، بلاش الدمع يستحسن ما دام قدامكو لسه كتير. اشوفكو سلامي لكل واحد له غلاوة، ولكل لحظة عشتها وذكرى طلعت بيها. سلامي للبراءة والشقاوة، والسلام أمانة للأماكن اللي رحنا فيها. بلاش الدمع يستحسن ما دام قدامكو لسه كتير. انا بمكان اكيد احسن، ولا بزعل ولا بحزن، بلاش الدمع يستحسن ما دام قدامكو لسه كتير. اشوفكو بخير وسامحوني، محدش يزعل اني سبتكم ومشيت، اشوفكم بخير وافتكروني وسائب ذكريات وكوام من الحواديت، اشوفكم بخير.